باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل عن نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. اليوم الأحد الثالث من شهر مصر المبارك، وإنجيل مرقس اللي قريناه في القداس إصحاح 3. إنجيل مرقس إصحاح 3، السيد المسيح بيتكلم مع الكتبة والفريسيين عشان جه وقالوا له أنت ببعل زبول تخرج الشياطين، كان عامل معجزة إخراج الشياطين. والآخر اللي احنا جزء اللي احنا قريناه بيتكلم عن العيلة، العيلة اللي معايا، مين أخي وأختي وأمي، العيلة بتاعتي دول بقى مين بقى؟ يقولك من يصنع إرادة الله أو من يصنع مشيئة الله، دول ده أخي وأختي وأمي، دي العيلة بتاعتي اللي أنا وسطيها. واليوم 21 مصر تذكار ومن العذراء، كل 21 في الشهر تذكار لنياحة أمنا العذراء، هو 21 طوبة، وده تذكار شهري الكنيسة عملته لأمنا العذراء. في قصة جميلة في أعمال الرسل، الكتاب المقدس غني بالقصص، مش محتاجين حاجة من بره، لو نقرأ كتير نستفاد منه. فأعمال الرسل إصحاح 10 بتتكلم عن العيلة، وكانت عيلة جديدة. القائد اللي اسمه كرنيليوس لما نقرأ في صح 10 عنه يقول كان خائف الله هو وجميع بيته، يعني هو وعيلته كانوا خائفين الله مش لوحده. وده اللي بيتكلم عليه السيد المسيح، الخلاص مش ليك انت لوحدك، ما دام ليك عيلة يبقى انت مسؤول عن هذه العيلة. عشان كده النهاردة داود النبي في المزمور، مين اللي يصنع مشيئة الله أو مين يعمل إرادة الله، ادانا ثلاث حاجات داود النبي النهاردة. يقولك السالك بلا عيب، ده الإنسان اللي بيصنع إرادة الله. البولس النهاردة كان بيتكلم على الانشقاقات والعثرات، فاللي بيسلك بلا عيب ما يعملش انشقاق أو انشقاقات بين الناس، ما يكونش سبب عثرة مع الآخرين، ما يخدعش الآخرين بأقوال حسنة، يكون بلسانين أو عنده رياء أو عنده نفاق، ده الإنسان السالك بالعيب، بمعنى أصح ما يعملش غلط، سالك بالعيب. يقولوا كده لما نقرأ في أول إنجيل لوقا مكلم على زكريا وإليصابات، يقولوا كانوا برين وبلا لوم. يعني إيه بلا لوم؟ يعني محدش بيلومهم. لو جينا نتكلم مع بعض على نجيب سيرة حد مثلا، فنتكلم عليه على أخطائه ولا على حسناته؟ لو اتكلمنا عن الحسنات بتاعته وأعمال الخير يبقى ده كلام كويس، لكن لو اتكلمنا عن أخطائه وعيوبه يبقى ده سالك بلا عيب، هيعمل انشقاق. يقول لك الإنسان ده اللي سالك بلا عيب إيه وصفته أو الشكل بتاعه؟ إنسان تقي خائف الله، ما بيعملش العيب أو الغلط. يبقى ده أول حاجة النهاردة في العيلة، عشان تبقى في عيلة أخي وأختي وأمي، السالك بلا عيب. وعش كده الآية قالها السيد المسيح في إنجيل عشية، طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. عشان كده القائد كرنيليوس ده إنسان عجيب ومميز في الكتاب المقدس. الكلام ده اتقال عليه هو وعيلته قبل ما يبقى مسيحي، قبل ما يبقى مسيحي ويتعمد وياخد نعمة الروح القدس، ما بالكم بعد كده هيبقى ايه لما ده كانت سيرته قبل ما يتعمد. احنا المسيحيين بقى أمام الله وأمام الناس سيرتنا عاملة ايه؟ هيقولوا على العيلة دي ايه بقى؟ العيلة بتاعتي ايه اللي بيشكلها؟ يبقى السالك بالعيب. الحاجة التانية بقى اللي قالها داود النبي في المزمور، قال ليه اللي يسكن في بيت ربنا، من الذي يسكن في بيت الله؟ السالك بالعيب، ادي اول حاجة. والتاني حاجة الذي يعمل البر، الذي يعمل البر. قالها لنا النهاردة في البولس، ايه هي البر؟ ايه هو البر؟
من هو البار؟ من أول واحد كده نسمع عنه خليل الله إبراهيم، حسب لأبوه البر بتاعه، آمن بالله فحسب له برا. الإيمان ده ليه علامة، ليه ظهر في حاجة معينة عملها، اللي هي إيه؟ الطاعة، لأن طاعتكم زاعت إلى جميع الناس. الطاعة بتاعتنا للإله بتاعنا زاعت إلى جميع الناس. لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تقتل، ما دي وصية اهي. لما أنا أسمعها وأطيع يبقى أنا أمام الناس. وعندنا أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس، يعني التلات فتية ودانيال مرضوش يأكلوا من قطايب الملك والحاجات المخالفة للشريعة بتاعتهم، عشان كده الله أنقذهم من أتون النار، وأنقذ دانيال من جب، مش مرة واحدة، مرتين. مهما تترمي في الضيقة ربنا بدام انت بتسمع كلامه وإنسان بار وعندك طاعة ليه هينقذك منه. والوصية طبعا المتكررة كلنا عارفينها وبنحفظها وبنحضرها في الأكاليل، ها، اللي هي ايه؟ كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتقول له يا سيدي. الانشقاق جاي في الأسرة بسبب عدم الطاعة، عدم الطاعة من الكبير وللصغير ومن الكنيسة ومن الخدام والمسؤول. لو في طاعة مش هتلاقي انشقاق. كن مع أسرة، مع أحد الآباء وفي مشكلة عنده، القصة مشاكل كتير، السبب في انشقاق. الأب ليه رأي والأم ليها رأي، بيبقى فيه انشقاق وانقسام. الأولاد يعملوا إيه؟ يضيعوا. يقول لك الخدام كونوا خاضعين للرؤساء، ها؟ والوصية للنساء كنا خاضعات للرجال، كنا. طب في خضوع وفي طاعة، في فرق بين الاثنين؟ الطاعة ممكن اتناقش، هعمل بس فهمني عرفني ويتناقش. اما الخضوع ينفذ على طول زي الجيش، يقولك في امر اوردر جالك نفذه، ما تتناقش، يا اما تتحول لمجلس تأديب وتتحكم عليك، ما تتناقش، نفذ الامر. ده الخضوع. لكن المشكلة الانشقاق الموجودة، مفيش بر، مفيش طاعة. الذين يسمعون كلام الله ويحفظونه، وهيعملوا بيه، ما انا سمعت الكلام وحفظته فهنفذه عشان عندي طاعة. ويقول لك البر كمان ان كيرنيليوس كان يعمل حسنات كثيرة للشعب، قائد روماني وشعب يهودي مش من جنسه ولا من ديانته بيعمل له حسنات. الله، ده الراجل اللي لسه ما بقاش حتى يهودي ولا بقى مسيحي الاممي بيعمل حسنات، ما بالكم بقى انا المفروض عندي طاعة للمسيح، اعمل ايه؟ فين الحسنات بتاعتي؟ فين السيرة الحلوة بتاعتي مع الاخرين؟ الذي يعمل البر. يقول لك في يعقوب وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. ثمر بر يزرع في السلام، يبقى فين الاعمال البر بتاعتي؟ الطاعة والاعمال الحسنة، ده الاعمال الحسنة. يبقى السالك بالعيب ده اول واحد، وتاني حاجة الذي يعمل البر. تالت حاجة الهل ده داود النبي للانسان اللي هو يصنع ارادة الله، يتكلم بالحق في قلبه، يتكلم بالحق في قلبه. لازم هو يكون جواه الاول عنده حق. الحق اللي هو ايه؟ مين هو الحق؟ الله هو الحق. طب انا بكلم ربنا، ده يقول لك كيرنيليوس وكان يصلي الى الله، كل ده قبل ما يبقى مسيحي يصلي الى الله. هل انا بصلي؟ بنسال ناس كتيره بتصلي، يجاوبك اجابه كده ايه غير الاجابه بتاعت السؤال ده خالص، مش قوي مش كتير، الحاجه اللي فيها نسبيه بقى بتاعت كل واحد وايه وطاقته او حسب ايه وقته وحسب مزاجه. السؤال واضح، بتصلي
يا آه يا لا، كلنا عارفين الصلاة إيه هي، كلنا خلاص بقى حفظناها، على الأقل على الأقل تصبح على ربنا وتمسي عليه، يقول ربنا صباح الخير ها وتصبح على خير يا رب، دي أقل حاجة. احنا بنقول عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن. لو أنا حاسس إن السيد المسيح في وسطي مش هصحى الصبح وتجاهله، هقول له صباح الخير، وبالليل أقول له تصبح على خير، دي ألف به مش محتاجة كلام. لا مش فاضيين، بنصحى ونعمل حاجات تانية، يا إما طول اليوم تعبانين. يقول لك كرنيليوس ده، ده قائد، ده بيخجلنا، بيخلينا في خجل كده. كان بيصلي الله قبل ما يبقى مسيحي وينال نعمة المعمودية والروح القدس. طيب لو أنا بكلم ربنا بقى، هاخد بكلم ربنا هاخد منه، يا مالك السلام أعطينا سلامك. في الصلاة بطلب من ربنا طلبات من أجل الكنيسة، من أجل سلام العالم، من أجل العيلة بتاعتي، من أجل الحي بتاعي، من أجل الخدمة، من أجل البطرك، من أجل الكنيسة، ها؟ فدي الطلبة في الصلاة بتاعتي، فربنا يديني، فيبقى عندي الكلام الحق اللي أقوله للناس. هو النبي أو الرأي في العهد القديم كان عبارة عن إيه؟ يكلم ربنا فربنا يحط في فمه الكلام يروح يقوله للشعب. في حد بينقل كلام ربنا؟ آه، يونان راح بمناداه من ربنا لشعب نينوى، راح قال لهم الكلمتين ومشي. كلمة الحق دي جابت 120,000 نفس، 12 ربوة والربوة 10,000. كلمة من يونان بتاعت الحق جابت الناس دي وتابوا بمولادات يونان. ففي واحد تقول له روح بلغ الناس، مش هيسمعوني، أصل دول أنا ضعيف. روح بكلمة الله بالحق هيسمعوا لك. ده حتى الناس يقول لك اللي عنده اللي بيتكلم بالحق أو عنده حق هياخده حتى لو اتأخر. وفي سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا يقولوا إيه؟ وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس الحق؟ مين الحق؟ القدوس اللي هو الآب الذي في السماء، بيكلموه واضحة اهي، يعني الحق مين؟ الله. والمزمور الرب قريب للذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق، يعني تطلب ربنا الحاجة الحق اللي ما فيهاش جدال أو مش واضحة، الحق واضح. أشكي لك الحق ده، النور ده تحطه على المنارة عشان يضيء للداخلين، فواضح لكل الناس، النور واضح لكل الناس. لكن ساعات الحق مش واضح أو الحق النسبي، يقول لك كل واحد بيحط الحق بتاعه هو مش بتاع الآخرين. عشان كده في مشاكل في الأسرة، عشان كده في مشاكل في الميراث، مش واضح الحق، الحق مش واضح. في مشاكل في الخدمة، الحق مش واضح، الصلاحيات بتاع كل حد مش واضحة، في رئيس وفي مرؤوس، خلاص ده ليه صلاحيات وده ليه صلاحيات، لكن الحق دلوقتي ضاع. ليه؟ المرؤوس بيتكلم في الحقوق وصلاحيات الآخرين، والرئيس والدولة والسياسيين والاقتصاد، كلنا بقينا اقتصاديين، كلنا بقينا سياسيين، كلنا بنعرف في شؤون الكنيسة ونعرف دواخل الناس ايه. احنا بقينا مكان الله وندين في ده، والطريقة دي غلط، وكان المفروض يعمل كذا. طب ما تبص على نفسك الأول، تعالوا نرجع زي القائد كرنيليوس ده، يهتم ببيته، يصلي لله. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه، طوبى للذين يحفظون كلام الله ويحفظونه ويعملوا بيه. والنهاردة 21 في الشهر زي ما قلنا القبطي، تذكار أمنا العذراء. ايه اللي كان بيميز أمنا العذراء؟ اول حاجة الطاعة زي ما قلنا. ما سمعناش عن أمنا العذراء عملت حاجة فيها عيب، السالكة بلا عيب، تروح تخدم، ادي اعمال حسنة واعمال بر. لما جه سيد المسيح نسيوه في الهيكل ورجعت، تقول هو زي ابوك وانا وامك. بص التقدير اهو، الخضوع اهو، هو الاول هو زي ابوك وامك، احنا قلقانين عليك، مش انا القلقان عليك وابوك ده ملوش صفة، لا هو زي ابوك وامك، خاضعات للرجال كنا،
فعشان كده مفيش انشقاق، مفيش خلاف، ما سمعناش أمنا عذرا كانت في خلاف مع حد ولا في البيت ولا بره البيت. ليه؟ عشان الطاعة أول حاجة ليكن لك قولك، قالت للملاك كده، هوذا أنا أمة الرب. اتضاع، ليكن لك قولك، وطاعة. فتعالوا نكون نصنع مشيئة الله، إرادة الله. أول حاجة السالك بلا عيب، تاني يعمل البر، أعمال حسنات، مفيش انشقاق، مفيش عثرات للآخرين. زي بولس الرسول، لو في لحم هيعثر أخي، لو في تصرف هيعثر أخي مش هعمله، لكن أنا بعمل اللي أنا عايزه وبعدين مليش دعوة بالباقي، الآخرين مليش دعوة بيهم. لا مش كده، ده السالك بلا عيب يخلي باله انه اسم المسيح اللي شايله ده وامام الناس هيبقى عامل ايه. وتالت حاجه، يتكلم بالحق في قلبه، يتكلم بالحق في قلبه. نحفظ الايه، طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه، عشان نعمل مشيئه الله ونعيش في حياه نقيه في هذا العالم امام الله والناس. ولربنا المجد دائما ابديا، امين. إن تشيسيم موخن أو إيم إبشانم أليسا فيتس إنجني جيتس مارو أو تنسوخن نيه يوم إفس مارو تنجيب أوطا